عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ببص على الفراولة بس كده يا يوسف. الفراولة بتاعتك بايظة السنة دي كده ليه يا بابا؟ الفراولة بتاعتي بايظة السنة دي كده ليه؟ ربنا عايز كده يا يوسف. الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا الحمد لله. كانت نازلة كبيرة أكبر من كده وربنا خففها، ولازم نحمد ربنا على اللي ربنا يديهولنا، سواء بقت حلوة نحمد ربنا، وحشة بقت نحمد ربنا. سميتها سحبت لها نماتودة وعفان، وسحبت لها منشط، وطول السنة شغالين فيها، والآخر برضه وصف باظت وماشي في الدنيا كده. والحمد لله ربنا عايز كده وقضى أخف من قدر. الحمد لله ان احنا في صحتنا ومشينا على رجلينا.